السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا ربكم بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طائرة التحكم والمراقبة E2C، طائرة انذار مبكر وتحكم محمولة جوا، حكاية الصنع مجهزة بالرادار العملاق طراز ABS 145، وده يخليها قادرة على تتبع 2000 هدف في آن واحد سواء جوي او بحري. مصر بتملك 8 طائرات منها. تكشف الطائرات النفاثة من على بعد 550 كيلومتر. مثبت أعلى الطائرة يبلغ المدى بتاعه 640 كيلومتر بزاوية 360 درجة. الطائرة دي بتقوم بدور الاي تي في العمليات الجوية، توجه الطيارات للأهداف اللي هم رايحين لها أصلا، غير ان هي بتبلغ الطيارات بأي تهديدات جاية لهم. المنظومة كاملة من رادارات الكشف السلبية عاملة بطريقة دوبلر لتحديد الأهداف، تعرف انواعها برية وبحرية وجوية حتى الاهداف الشبحية. هذا بحزمة ملاحية كاملة من انظمة الاقمار الصناعية GPS، ملاحة بالقصور الذاتي INS، انظمة تحديد اقلاع وهبوط بالقمر الصناعي GPS ابرش، قياس للطقس والتغيرات الجوية والتضاريس الارضية، كمبيوتر للملاحة الالية والتكتيكية، كمبيوتر للمهامات وتحليلها بقدرة 400%، أنظمة اتصال بالأقمار الصناعية، اتصالات نقل معلومات مشفرة، قوادة شديدة التعقيد لنقلها للقيادة، لوحات إلكترونية لمراقبة وتحديد وجدولة المهمات، بتاعت الطيارة البقاء في الجو لمدة 6 ساعات متواصلة، طيارة الطيارة محصن ضد أي إعاقة إلكترونية، بتاعت العمل في جميع الظروف الجوية السيئة، الطاقم بتاعها 5 أفراد. أقصى سرعة ليها 620 كيلومتر في الساعة. السرعة الاقتصادية 480 كيلومتر في الساعة. أقصى ارتفاع ممكن تطلعه يعني 11200 متر. المدى بتاعها 2850 كيلومتر. أقصى مسافة لممر الإطلاق 565 متر. أقصى مسافة لممر الهبوط 440 متر. بس وشكرا، خلصت حلقة النهاردة. يارب تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.